السلام عليكم كل متابعي القناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل والي ودي قناه شوارع معلم اسكندريه. موضوع حلقتنا اليوم عن ايه؟ موضوع حلقتنا عن فندق وكازينو البروفاج. فندق وكازينو البروفاج كان زمان هنا في منطقه لوران على البحر مباشره. متابعين كتير كانوا بيسالونا فين مكان فندق وكازينو البروفاج بالتحديد. احنا امامه بالظبط، اللي امامكم الارض الفاضيه عليها السهم، مكان كازينو وفندق البروفاج اتهد في تمنينات القرن الماضي، والى الان هو عبارة عن ارض فضاء ملك شركة طلعت مصطفى، عبارة عن ارض مصورة باربع اسوار. كازينو وفندق البروفاج يتصور فيه افلام كثيرة جدا من افلام الابيض والاسود، اشهرهم فيلم الزوجة رقم 13 رشدي اباظة وشادية. ايضا رشدي اباظة كان ليه مشهد في شاطئ البروفاج الخاص. ارض ملك طلعت مصطفى حاليا ارض كازينو البروفاج ملك شركه طلعت مصطفى للمقاولات. طبعا شركه طلعت مصطفى شركه مشهوره جدا في مصر كلها، تمتلك حاليا الفور سيزون فندق سان ستيفانو. الشارع اللي بجوار ارض البروفاج شارع عبد الستار منصور اللي حاليا الكاميرا موجوده فيه، اللي علامته كلاسيك حلواني كلاسيك. طبعا الاسوار اللي على اليمين دي مكان الفندق والكازينو القديم، واحنا حاليا موجودين في منطقه لوران شارع عبد الستار منصور. امامنا الترماي، وامامنا بعد الترماي طبعا شارع جمال عبد الناصر، ثم شارع ملك حفني، ثم قطار ابو قير، ثم ابلي السكه الحديد. البحر خلفنا، الارض الواسعه دي كلها سبحان الله كانت زمان كازينو البروفاج، كان ملء البصر والعين، اصبح الان اثر بعد عين. كازينو البروفاج يقال والله اعلم ان اصحابه كانوا سويسريين، صاحبته كانت سويسريه او صاحبه كان مصري وزوجته سويسريه. اقاويل كتيره عن ملاك كازينو البروفاج. ناس كتير سألتنا عن مكان شاطئ البروفاج، في خلط ما بينه وبين قطعة الأرض الموجودة في زيزانيا أيضا على البحر. الشارع الآخر اللي موازي لهذا الشارع الناحية التانية من مكان كازينو البروفاج شارع إبراهيم الألفي. طبعا احنا كده موجودين في بوابة الأرض الفاضية الملك طلعت مصطفى شارع محمد بيك عثمان. ارض فندق وكازينو البروفاج عباره عن مربع، ده ضلعه اهو شارع محمد بيك عثمان اهو، عباره عن ارض فضاء من داخل البوابه، عباره عن ارض فضاء وعليها حراسه ملك شركه طلعت مصطفى للمقاولات. هذه الارض كده فضاء من سنه 80 1980 تاريخ هدم فندق وكازينو البروفاج. اتمنى ما تنسوش تدعمونا بلايك من اسفل الفيديو، ولسه ما اشتركتوش اشتركوا في القناه شرف لينا. دي بقى المنطقه اللي فيها اللي كان فيها كازينو وفندق البروفاج، منطقه لوران على البحر كده في شارع الاقبال اللي على قيمته الابوار وفندق المحروسه منطقه السرايا بجوار فندق الارض الفندق في حلواني كلاسيك. في هذه المنطقة على البحر كان فندق كازينو البروفاج له شاطئ خاص. في فيلم الزوجة رقم 13 رشدي أباظة في آخر مشاهد الفيلم نزل في الشاطئ الخاص بفندق وكازينو البروفاج. على يمين الصورة أيضا أو على يمين الأرض في شركة سوميت منطقة لوران على البحر، من المناطق الجميلة في اسكندرية منطقة لوران على البحر وعلى الطرمان. الذكرى الوحيدة اللي موجودة حاليا من كازينو وفندق البروفاج الشواطئ والكافيهات اللي اتسمت باسم البروفاج. طبعا كان من اشهر الشواطئ الموجودة في اسكندرية شاطئ البروفاج او قرية البروفاج. اللي امام حضراتكم قرية البروفاج او شاطئ البروفاج سنة 2021 قبل البدء في انشاء مشروع نفق وكوبري 45 الجديد، ده كان شاطئ البروفاج، كان من اجمل واروع الشواطئ شواطئ اسكندرية الموجودة. ان شاء الله بعد المشروع الجديد، طبعا مشروع جميل جدا
هم اخدوا جزء بسيط من الشاطئ، ان شاء الله يرجع اجمل واجمل واحسن واحسن. انا ان شاء الله عندي احساس باذن الله الشاطئ الجديد هيكون بنفس الروعه ونفس الجمال اللي كان موجود عليه شاطئ البروفاج. الصوره دي للذكرى نهايه صيف 2021، شاطئ البروفاج في منطقه ميامي او منطقه 45 على البحر. حاليا في هذا المكان 2022 بيتم عمل او بيتم حاليا التشغيل التجريبي لمشروع النفق والكوبري، وان شاء الله بيتم تهيئه شاطئ البروفاج الجديد. اتمنى لو حضراتكم لسه ما اشتركتوش عندنا في القناه اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس، ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو. الله على الجمال، كان من الشواطئ الرائعه. طبعا في صداد الامواج داخل الشاطئ كان حاجز وعامل زي جزيره كده او عامل بلاش كبير. ان شاء الله اللي جاي احلى، وان شاء الله شاطئ البروفاج الجديد هيكون اجمل واجمل باذن الله تعالى. لو حضرتك بتتابعنا من خارج اسكندريه اقول لك اللقطه دي قديمه، على شمال الصوره منطقه ميامي، شارع اسكندر ابراهيم، شارع خالد بن وليد، ابو هاشم، جزيره ميامي، شاطئ ميامي. خلف الصوره شارع 45 القديم قبل مشروع النفق. على يمين الصوره في منطقه العصفره بحري، منطقه المندره بحري، المنتزه، المعموره، الشاطئ، الى ان نصل الى منطقه ابو قير. اتمنى لو حضراتكم لسه ما اشتركتوش عندي ما تنسوش اشتركوا في القناه، ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو. لو حضرتك نزلت الاسكندريه هذه الايام هتلاقي الدنيا اتغيرت خالص. حاليا بيتم الانتهاء من مشروع نفق وكوبري 45 الجديد او نفق وكوبري السادات في منطقه ميامي او 45 على البحر. كده الكادر فتح كده امامنا منطقه العصفره بحري ومنطقه المندره بحري، فندق شيرتون المنتزه ظاهر، جنان المنتزه قبل عمليات التطوير ظاهره. اتمنى نكون اسعدناكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه باذن الله تعالى.